هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل السلفية حزب من الأحزاب وهل الانتساب لها مذموم ومن هم علماء السلفية هي الفرقة هم أهل السنة والجماعة ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا وإنما هم جماعة جماعة على السنة وعلى الدين. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تفتح درسا منتظما في المسجد تدرس النساء؟ ما كان هذا معروفا في منهج السلف الصالح. المعروف أن الرجال هم الذين يدرسون في المساجد والنساء تحضر في مكان مخصص لهن يستمعن إلى الذكر وإلى الدروس، هذا هو المعروف في تاريخ الإسلام. ما عهد أن النساء تدرس في المساجد إلا أنها تحضر الدروس التي يقيمها العلماء تستفيد منها مع الحجاب، مع عدم الاختلاط، عدم الفتنة. نعم. السلفية هي الفرقة هم أهل السنة والجماعة ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا وإنما هم جماعة على السنة وعلى الدين.